سلام بنات، كديري لبس عليكم، كلشي مزيان، اموركم مزيان، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو. المهم سمحوا لي، عارف راسي كنغبر عليكم، ولكن ماشي الخاطر غير راكم عارفين اني كنحشم، ما كنقدرش نكون في شي فيديو بوحدي وكندوي فيه، ضروري مخاص يكون معايا حسن. ولكن قلتوا لي بزاف ديرنا الفيديو على الصباغه ديال الشعر، واخا انايا صابغه شعري كنبغيت نشارك معكم. يقدروا شي بنات يكونوا يلاه جدات كي ولاو كيتفرجوا فينا وكونوا ما عارفينش الوصفه اللي كنت لحت لكم، وصافي قلت قررت اليوم نلوح لكم فيديو ان شاء الله عليه. غادي المهم اول حاجه دهنت شعري بهذا زيت الكوك، هذا دهنت به شعري وسرحته حيت انا عندي لي بوينت ناشفين، ضروري مخاصني نديرو قبل ما نصبغ شعري باش ما ينشفش ليا بزاف. وصافي وغادي ندير لكم الوصفه اليوم ديال الشعر، غادي ندير لكم ماسك وغادي ندير غادي ندير لكم صباغه وغادي ندير ماسك ديال الوجه. وكاينين بزاف ديال البنات كيسولوني في انستغرام اشنو الماسك اللي كديري، شنو الزيت اللي كديري، كلشي غادي نشاركو معكم اليوم باش تبقاو على خاطركم. ومهم بارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل باش يستافدوا البنات. المهم انا غنوريكم المكونات ديال، غنبداو بعدا بالصباغه ديال الشعر، غادي نوريكم المكونات بالحاجه بالحاجه باش تصدق معكم هاد الصباغه. غادي نوريكم هذا اللي خاص ضروري يكون في هاد في هاد الخلطه ديال الصباغه. غادي تشو عاد اي من المكياج غتقول لي عطيني اكسيد نمره 40، نمره 40 ما يعطيكمش شي نمره اخرى، حيت انا عمري جربت شي نمره اخرى. كندير هذه النمره 40، راه الثمن ديالو ب 10 دراهم، ويقدر يكون شي واحد اخر يبيع لكم ب 15 درهم، المهم 10 دراهم 15 درهم. هذا اول حاجه غادي نكبوها، شوف غادي نخلطها في الجبانيه، نكب كل غادي نديرو الاكسيد، خليته شويه حيت بغات تراني شويه نصبغ لها. ضروري ما نديرو بيضه باش نوريكم، باش ندير لكم هكا صافي. ضروري من البيضه، تقولي علاش بيضه؟ حيت هذا كيبدا يحرق فاش كديرو كيبدا يحرق شويه في الشعر، وكنت كنديرو بلا بيضه وكان كتبقى تاكل فيا، كنبقى نحك، خاصني ضروري نحك. واحد النهار نوريكم باش حكي درتها وكالتني بزاف من هاد البلاصه، وشديت هادي ونسيت وحطيت هادي على جلده وبديت كنحك، وهي تجرح ليا البلاصه من هنا وعرفتي حرقتني بزاف بزاف. ضروري خاصكم ديروا بيضه كامله، يا ربي ما يطيح لي شي حاجه. اخيرا انا البيضه ضروري ما تطيح لي التفرشي ديالها. الا كان شعرك طويل ديروا جوج بيضات، انا شعري غير قصير درت غير بيضه وحده. وغديروا معلق جوج معالق ديال الكاكاو، نقدر نزيد ها الثانيه. تبعوا معايا البنات، اللي شعرها طويل دير 4 دراهم، انا خديت غير 2 دراهم. ثلاثه المعالق دابا ياك خلطوا خليت. عرفتي هاد سميت على هاد الخلطه كتسولوني عليها اكثر من حياتي في اي فيديو كنلقى مع كاينين شي بنات مساكن يلا غير كيدخلوا جديد ما كيعرفونيش بلي رايح اللي راه لايحه الوصفه. وهاد الصباغ اللي مديره دابا ماشي هادي، هادي كنت خديتها من كارفور ودرتها، ولكن ما زويناش، كتزيد الشعر ودغيا فاش كتعومي كتدير فاش كتعومي كتبقى تبهات داكشي. شوفوا انا زيت العود ما بقاش عندي، خديته من الحانوت، قلت لها ديري لي على حساب جوج معالق. شوفوا 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 4 دراهم شحال فيها، شوف انت كاين حدانا واحد مات الحانوت ما يمكنش. المهم هادو جوج معالق، قلت لها انا صيفطي جوج معالق ملي كتغنكبو، ها هي كبو الدنيكه كامله. مبقاش عندي زيت العود حيت كنطيب بيه البيض بزاف، شي علاش صافي. وغادي نخلطو مزيان،
خلطو نخلطو نخلطو نخلطو. المهم اللي شعرها طويل البنات تقدر ديرها دير وحده من هذه ونص. اذا كان شعرك طويل بزاف اما كان قصير ديري غير وحده، ولا شعرك قصير بزاف ديري غير نص من هذا. المهم ضروري خاصها تكون النمره 40 حيت كتختلف في اللون كل رقم كيفاش كيخرج لك شعرك. خلطو 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 مزيان. انا بغيت نزيد شويه نزيد الكوب باش ما تحرقنيش. يلا مع دابا كي غادي ندير نديرو قياس كدوك. شوفو ضروري بيض البنات حيت هاد الاكسيد كيبقى يحرك في الايدين وفي الشعر، شعرك كيولي ايديك كيولوا بيضين بعدا ما كيبغيش يتحيد منه كتولي تقشر. صافي كنخلطو فحال هكا. ودابا انا غادي البنات دابا انا غادي نمشي عند جداتي حيت ماما كاينه عندها وهي غادي تصبغ ليا شعري. وصافي ما بغيتش نصبغه في الدار حيت قالت لي هيجي ونصبغه لك انا. وصافي قلت من جنة شي والناس حيت كتبقى تحرقني ايدي وغادي ندي لها معايا ليكات باش ما هي ما تشوطش حشوم. حق ويلي ويلي نسيت لقد نسيت ضروري معلقه من هذا القهوه قد هوك تخلى حيت هي اللي كتعطي هاد اللون زوين هي الكاكا. نسيت جوج معالق ديرو ديال الكاكاو. وبالنسبه شحال تخليوه في شعركم تخليوها ساعه ونص بما خرجت تشوفي حتى اللون واش خرج لك ولا لا. كل مره طلعي عليه في المرايه الاحسن تخليه حتى تنشف مزيان وما تغطيهاش. لا عطيتها ما كتنشفش. دير الجبانية ديال الاندومي شوف غادينا في الزنقة شوها عام الزنقة هاي. رجعت ليكم كملت شعري صبغتو ليا ماما ما صبش كيفاش نصور ليكم حيت كانوا مجموع العائلة وما كيبغيش يبانو من حقهم. وصافي صبغت ليا وفاش غادي نبغي ندوش غادي نشارك معكم واحد الماسك كنديرو حتى كنغسل شعري عاد كنديرو زوين زوين بزاف باش يحيد ليا حتى داك السفوريه ديال البيض. وصافي غادي نوريكم كيفاش خرجت ليا النتيجه وهانتوما معايا شوفوا واش نزعم على اللون الكحل. صباح الخير البنات. المهم البارح ما قدرتش نكمل ليكم حيت عييت ضربت واحد العومه ونعست وما قدرتش نكمل لكم. وصافي الصباح قلت نكمل لكم ان شاء الله واللون غادي يبان لكم من هنا نوريه لكم شوفوا. شويه ها انتم كيف جاني باقي ما صوبتو ما والو شويه وغادي نمشي للصالون نصوبو وتشوفوا غادي يبان لكم حسن من دابا. دابا راه ما مصوبه ما والو ها انتم شفتوا المنظر كيبان شفتوه الصباح كامل. وكنت قلت لكم راه غادي ندير واحد الماسك غادي نشاركو معكم هو هذا اللي بغات تاخذو سكريني ولا شي حاجه زوين بزاف عرفتي كيخرج لك شعرك رطب 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 بزاف. وكنت وهاد الوصفه مع فيها البيض ما كتبقاش ريحه البيض. انا فاش كنت كندير هاد الوصفه كان كيبقى شعري فيه البيض خاصني نغسل مره ثانيه عادي حيد كتبقاي تشميها. ودرت هاد السيروم وشعري سارد هذا اللي بغات تسكريني تسكريني هاو هاو شتو ديال فانسي كانت خداتو سلمى ديال فانسي كاين جا ديالو هذاك ديال كيعطيوك باك فيه الشامبون والديميلور والسيروم ودوك ديال تحت العينين سيروم ديال تحت العينين زوين زوين بزاف. وكانت خديته بلا ما تقولها ليش فرشو ولا ولكن شافتو عندي وما قالت لي والو. المهم البنات هذا هو اللون نصحكم تجربوه عرفتي زوينه زوينه بزاف وتهنيكم من بقاو صباغ شعرك. وانا بعدا عجبتني على داك الصباغ اللي كنت درت بحال زيتت لي شعري وسولت ماما قالت لي بصح راه كتزيت ايوا صافي هذا هو اللوك النهائي. المهم بقاو معايا غادي نمشي شويه للصالون بغيت نلصق الشفران ونصوب شعري ونصوب حجباني. المهم البنات نصور لكم هاد اللقطه بالزربه حيت ماما غادي تجي عندي باش نمشيو نهبطوا للصالون نصوب شعري. شوف كيفاش كيبان دابا زوين خليته فحال هكا ولكن حيت بغيت نقطع لي بوينت اصلا غادا غادا للصالون نصوبو علاش لا باش يبان لكم مع تصاوب احسن من دابا. صافي
وانتوما معايا نوريكم كل شيء. غادي نمشي نلصق الشفيره شخشي انت كل حاله. كيف جاوني دابا كنقاد في حجباني وصافي قاديت شعري وصافي غادي نمشي. شوفوا البلاصه اللي فيها زوينه زوينه بزاف. خاصني نبقى ندير لاصيق حيت عندي الجلده قالت لي رقيقه و جرح تاب. خاصني نمشي للدار ندير بيافي. واش باقي شي صغيبه صغيورين؟ شوفي دابا باقي الا ما كان صافي عرفتي قبيله وجهي كيف كان. شوفوا انا درت لاصيق شحال ديما درتها فاش درتها انا ندير البلاصه قالت لي الجلده عندك رقيقه فاش درتها حاشي عيني تنفخوا من تنفخوا 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 عرفتي. قبيله انا كندير لابياسي شوف كنمسح وكنعاود كنمسح وكنعاود قلت لي ما يمكنش ما عنديش الزهر فين ما كنبغى ندير شي حاجه كتوقع لي شي حاجه في وجهي خاصني نبقى طبيعي بلا ما ندير شي حاجه. نفخوا ليا شوفوا دابا ولاو شويه شوفوا كي ولاو وما فيا ملي دير ماسك قلت ضروري خاصني نكمل لي هذا الفيديو. ايوا في تصاوب شعري راه ما نقدرش نصور لكم بزاف في الصالون حيت كاينين الناس وانا كنحشم قليل فاش كنهز. عرفتي فاش كنهز التليفون كيجيب لي الله كلشي كيشوف فيا اي بلاصه اي بلاصه صافي هبطنا درنا تقدينا شي حاجات خاصينا. صالون زوين زوين بزاف عجبني شوفوا. نصحوني واش ندير ديك الصباغه كيقولوا لها الحجبان واش زوينه ولا لا ونخليهم غير هكا طبيعيين حيت خفت انا تجي شي حاجه ما عادش غير شي حاجه تجي شارجي. كيعجبني شي حاجه تبان طبيعي كما قلت في الفيديو قبيله ديال البنت قلت زعي شي حاجه تكون طبيعي يجمي ديالك ماشي ما كيعاش انا عدوي دوك الحجبان اللي كيكونوا مدايرين كيكونوا هنا فرنسي وكيجيو من هنا كيقربوا حنايا وكيديروا كنكره هذاك كنكره دوك الحجبان بعدا. المهم انا فايته مدايره قماج خاصك ديري غير مره في ماشي ما عرفتش وقيله في سلمى سلمى قماج مره فاش في الشهر ولا فاش قماج مره خاصك ديري في الشهر ولا سيمانه خاصك ديرو في السيمانه وانا فايته مدايره ندير ماسك وقماج ودابا غادي ندير معكم غير ماسك. شوفوا عاوتاني الحبوب هنا ناطيه ما عرفتش ديالاش وحده هنا. المهم هذا الماسك خديته من كارفور ما عرفتش بشحال 25 واقيلا 25 درهم خبركم ما قاريش شنو كيدير ولكن زوين. المهم واجد مصاوب ما قادين نطقا ونطحنو ايوا صافي هذا ما كان. غادي نديرو دابا لوجهي وغادي نخليه شحال 30 دقيقه فحال هكاك كيقطر هادشي باينه غيعمر لي شعري. يا ربي كون قد وجهي يا ربي يا ربي
شوفوا كيكثر. انا عزيز عليا ندير الماسكات في الليل، شكون اللي في حالي، حيت كنبغي ندير كريم وكنبغي ندير داك السيروم، خاصكيش مثلا ديريهم بنهار وتخرجي وتماكي وداك الشيء، خاص يرتاح لابو ديالكم. انت اللي كيديروا الماكياج بزاف حاولوا ديروا على وجهكم في الدار عادي الا بقيتي بلا مكياج. ليش يا ربي بلاش بلاش خاصني نمسح ايديا ديري شعري هوك. ايدي شحال بارد. المهم انا درت الماسك وقطعت الفيديو باش هذا نصيبو مزيان في المرايا، عرفتي حرقني من هاد البلاصه اللي مديره فيها، ولكن دابا شويه برد. المهم الماسك اللي درت هو هذا، ها هو دابا عاد قريت شنو كيدير. شتو هذا كينعش البشره، كيخليها رطبه زوين زوينه. المهم نخليه 30 دقيقه ولا 15 دقيقه صافي، وغادي نشارك معكم الكريم اللي كندير في الليل وصافي. هذا هو الفيديو ديال هاد اليوم، عشي اول مره غادي نشارك، غادي ندير لكم شي فيديو درتو البارح، بحال الفيديو غيولي فيه ثلاث ايام، عاوتاني غادي غنصور لكم شي حاجه صافي، غادي نلوح لكم ان شاء الله. انا قاديش دابا غادي نخليه شي 30 دقيقه بحال ما هكاك، ويلا قريت الماسك شنو كيدير. ها هو اللي بغات تشري شي بن، ها هو تسكريني تلقاوه في هذا في بيم ولا في كارفور في اي بلاصه عاد المكياج يقدروا يكونوا يبيعوا كيبيعوا داكشي ديال الكوزميتيك. المهم 25 درهم للواحد صافي. قريت عليه دابا كي شفتو شنو كيدير، لقيتو بلي كينعم العشره كيخليها طبه زوينه، ومن الاحسن ديروها في الليل زوينه تترطب بزاف، واصلا هاد الوقت خاصك ترطبي وجهك ماشي غير شويه بزاف، حيت هاد الوقت كتنشف البشره بزاف هي والشعر. المهم انا غادي نقلب شي وصفه اللي ترجع ليا شعرك في مكان باش مابقاش يطيح، وغادي نشاركها معكم انا وسلمى. ما يمكنش قلت لكم شحال ديال الشعر ولا كيطيح، وفاش كنبغي نجفف هذا هو المشكل، عرفتي خاصني نبقى نكفح في هذاك نحيد الزغب من الجفاف، ويلا تحيد ليا ويلا تحيد ليا عباد الله. شكون لي ولا شعرها كيطيح تكتب ليا في لي كومونتير، حيت سولت الناس قالوا لي اه بصح راه هذا الوقت ولا كيطيح للبنات بزاف الشعر وجههم كينشف ليهم بزاف. المهم نطولش عليكم بين ما نشف ودري نرجع ليكم، حيت انا خاصني نبقى متكيه ماشي نبقى ندوي، انا ماشي بحال الناس كديروا كتك، خاصني ضروري نوض نتك ونهضر معاكم، حيت كيبقى يتملمص شوفوا من هنا كيف قص. مهم نص ساعة ونتلاقاو. ده دابا 30 دقيقة غادي نحيدو، غادي يجيني واحد الناس ميمكنش دابا راه الوحدة. شوف 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 كيفاش كيبان وجهي كيبري. شوفو واو ميمكنش كيبري هاد عينيا دوك يتفشو شويه. من موراها غادي ندير هاد الكريم هذا، كنت خديته من بيم معقدش هاد الثمن ديالو بشحال. ها هو اللي بغات تسكريني تسكريني، كاين في بيم غتلقاو في بيم، معقدش هاد الثمن كيناسب جميع البشره، اي بشره زعما دهنيه ولا جافه كما كانت غادي يناسبك. المهم انا وافقني زوين، انا من البرد للبرد عاده كندير نرطب وجهي بزاف حيت كينشف، حد نشوف هي ما يمكنش عاشي كيولي من عاد نوريكم كينشف ليا من هنا ومن هنا ما يمكنش. اما في هذا في الصيف كيكون وجهي زوين، شوفوا دغيا كي ابليكا على الوجه زوين وريح شو واعر بزاف.
يعني قصد البلاصة حرقتني. من موراها غادي ندير هاد السيروم، هذا هو اللي قلت لكم قبيله كنت خديتو لسلمى. زوين تبقى الماس مزيان مزيان. تقدروا تلقاوه باقي في عند هذيك فانسي وما عرفتش سلمى خليتو شحال هادي ودالها راكم عارفين كديرو غير شويه، لا المساحه ديال العين صغيره شويه كتبقاو تماصي هنا. ما غاديش ندير الفوق حيت غادي تحرق، تنكمل وغادي ندير بيافين وصافي غادي نعس هاد الفلوغ. غادي ندير لي اوي عبد الله، شوفوا كيفاش باش كنبقى ندوي بزاف، شوفوا اشنو كيطرا ليا. هادي ماشي انا معاكم، هادي تا مع ماما كتقول لي تنتا وي لا شي فاش كنبقى ندوي بزاف. شكون اللي بحالي فاش كيبقى يدوي بزاف كما كيعرفش شنو كيقول كيبقى داوي، كنتلف على الهضره اللي كنبغي نقولو. الله يستر الله يستر. صافي دابا طفي مي بهذا، شوفوا كيفاش فازلين تاع دي غوسيلات تاع هادي زوينه. باش نوريكم عن قرب، شوفوا صافي. كان هذا هو الفيديو، نتمنى يعجبكم، وإلا بغيتو شي وصفه اخرى قولوها لي في الكومنتير ونخلي لكم ان شاء الله. انا صافي دابا من دابا غادي نولي نحط لكم، حيت ما كانش التليفون عندي كان خاسر، ودابا يلا خديت واحد جديد وصافي غادي نولي ندير معكم فيديوهات ان شاء الله. المهم نتوما قولوا لي اشنو بغيتوا باش نتعلم ونولي ندير لكم ان شاء الله. يلا سلام، تصبحوا على خير.